ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية أثناء تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة. في كمين أعد له بنطاق قسم شرطة الجناين بالسويس، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس من ضبط عنصر إجرامي يتاجر بالمواد المخدرة وبحوزته 10 لفافات من مخدر البانجو أخفاها بسيارة نقل قيادته، كما أسفر تفتيش مخزن أعده خصيصا بإحدى المناطق الجبلية مكانا لتخزين المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها عن ضبط 35 لفافة من مخدر البانجو، ليصل إجمالي ما تم ضبطه بحوزته إلى 100 كيلوغرام من مخدر البانجو.